بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بزراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن زراعة الفلفل، سواء كان الفلفل الحريف أو الفلفل الرومي اللي هو الكبير ده هو، أو الفلفل الألوان، يعني بيتزا باللحمة، بيتزا بالجبنة، في الآخر كلها إيه؟ كلها بيتزا، تمام؟ فما تتخضش قوي يعني لما نقول فلفل ألوان، هو زيه زي أي حاجة خالص، يعني ما تتخضش قوي ولا تاخدك يعني ولا الناس برضو اللي بتشتغل في الفلفل الألوان برضو، يعني هو زيه زي أي فلفل، يعني انت بتختلف في شوية تربية وشوية اعتناء بس، ومش أكتر من كده. فأنا يعني بحاول أخفف عن المهندس الصغير. أنا أقسم لك بالله، أنا في مزارع سعودي، مش مصري، يعني سعودي مزارع ما شاء الله عليه في القصيم، ما شاء الله مطلع فلفل ألوان، ولا جدعها دكتور بصراحة يعني، فلعله يسمعني حاليا فهو حبيبي يعني صديق، ما شاء الله مطلع فلفل ألوان ولا في الأحلام يعني. فلما يتقال لك فلفل ألوان دي ما تتخضش قوي. في ناس بتزرع الفلفل الألوان على فكرة مش لحاجة، مش عشان ياخدوا فلفل ألوان، لأ، عشان حتى يسوقوه فلفل أخضر بيبقى كويس، هو أخضر قبل ما يوصل للتلوين بيجمعوه بيجيب أسعار كويسة، والوزن بتاعه طبعا انتوا عارفين ان هو بيكون عالي، وحتى الأحجام بتاعته بتكون كويسة، هو بس ممكن يكون غالي في السعر شوية. ما علينا، خلينا نبدأ في الفلفل بتاعنا. أيا كان الفلفل، أول حاجة لازم وصفات الشتلة الجيدة اللي في الفلفل، المجموع الجذري يكون كويس جدا ما لهوش اي مشكله، بنحس الاعفان الجذور، او ممكن يكون في زبول بدرات او خناء او ايا كان، المهم الجذور بتاعتي تكون سليمه وممتازه جدا. المجموع الخضري برضو على الشتلات يكون كويسه. الاخوه اللي هيزرعوا فلفل الوان، لو انت مش متمكن عشان الاسعار الغاليه ممكن توديه لمشتل متخصص، هو اللي يزرع لك الفلفل عشان الاسعار العاليه بتاعته، تمام. الفلفل برضو من الحاجات اللي انت لو زرعته في المشتل لازم تاخد بالك من قصة الفيروس، لانه حساس جدا للفيروس، لازم يكون المشتل بتاعك محكم، الذباب البيضة ممنوع تقرب منه، لازم الرش الدوري يومين والتالت ترش. برضو بنحاول نعقم الفيديو الفلفل بتاعنا في بالنسبة للصواني، سواء في المشتل بنحط اي مادة من المواد، طبعا انتوا عارفينها، اليونيفورم على رأسهم، الشجر، التوبسين، اي حاجة عندك المفروض حضرتك بتعقم الصواني بتاعتك، وبتعقم التربة بتاعتك قبل الزراعة، وحتى اثناء وجود الفلفل في المشتل المفروض انك انت على الاقل بتسقي مرة فطري، تمام، للجذور، تمام. الفلفل يا جماعة، بالنسبة للجماعة اللي هيزرعوا، ما تتخضش لو طول باله عليك شوية، الفلفل دماغه ناشفة في الإنبات، أو باللغة العامية يعني بلغة المصريين دماغه ناشفة، يعني إيه؟ يعني بيطول على ما بينبت، يعني بيطول على ما بينبت، ممكن في درجة حرارة 30 يقعد 10 يوم، بس أهم شيء تكون مظلل عليه، ما تعرضش الصواني، ممكن تسيبه كده ما تغطيش الصينية، بس ما تعرضهاش لأشعة الشمس المباشرة، يبقى عندك حتى لو أنت في البيت المبرد برضه يكون عندك شبك كده فوق الفلفل عشان يطلع معاك كويس، تمام. خد بالك برضو من قلت زبول البدرات في الفلفل او الاعفان بتاعت الجذور. قبل ما بنزرع يا جماعة المفروض برضو ان انا بجهز التجهيزات بتاعتي زي ما قلنا قبل كده، سواء للخيار، نفس الخيار خده منه حطه على الفلفل، او نفس الطماطم اللي قلناه بالنسبة للسماد الاساس، بالنسبة للقوس بتاعك ممكن 2 متر للقوس الصغير، ممكن 3 متر للقوس الكبير اللي هو 9 في 60، ممكن نحط له 3 متر كومبوست، ممكن يكونوا 2 زيلو ل 2 متر مكعب سماد دواجن. بنفرد زي ما تعلمنا قبل كده مليون مرة في المادة العضوية وغيره، بنفرد المادة العضوية بتاعتنا وبنضيف عليها سماد الأساس بتاعنا، الحديد والمنجنيز والزنك السلفة، ومش عايز تحطهم وهتضيف برضو عشان بس الناس اللي بتمسك على واحدة أو اللي قاعدة تعمل انتقادات دي، تمام. أنا بقدم لك الحمد لله محتوى، إن كان في كذا دولة عربية عندها وزارة زراعة مش هتقدم لك المحتوى ده، وأنا لا أمتلك لا أجهزة إعلام ولا حاجة، أنا الموبايل بتاعي في إيدي وبصور لك وبمنتج لك على الكمبيوتر بتاعي وخلاص، تمام. فالناس يعني اللي
اللي ماسكه على الواحده ديت وصل دي كده يا عمي بقول لك احنا مش شغالين بجرام الذهب. حط عندك تحط في الارض ماشي كلها خصوبه في الارض وكلها عناصر حتى لو ما تحللتش دلوقتي هتحلل قدام مع الماده العضويه بتاعتك. ما عندكش عناصر صغرى يا سيدي ضيف تسميد ورقي عادي خلال موسم النمو. بجيب الشتلات بتاعتنا وقبل ما بنبدا الزراعه بتاعتنا يا جماعه بنبدا نغطس نجيب هيوميك اسيد مثلا زي اللي انا عامله كده هوت اي كميه هيوميك اسيد ربع كيلو في البرميل ده هون وعليه الحاجه الماده اللي هنشتغل بيها زي الشجرين اللي انت شايفه قدامك كده الشجرين ده هوت بنفضيه في الـ البرميل بتاعنا وبنحط المية طبعا وبندوب كله مع بعضه تمام وبنجيب الصينية بتاعتنا وبنغطسها كلها. هتقول لي ما تخافش يا جدع انت والله ما يجرى لها حاج سيبك من الجماعة بتوعه ما هو ايه اللي يحصل لها يعني ولا حاج هتزرع هتلاقي احسن فلفل طلع لك يا جدع انت كل حاجة عقمنا كل حاجة ما هعمل ايه ما انا قاعد واحد جاب لي بتنجان جبت شويه كانت عندي شويه ارض قدام كده قدام البيوت فقلت ازرعهم بتنجان اللي انت شفتوه ده فطبعا بتنجان جاي لي كله عنكبوت الدنيا كلها عنكبوت اعمل ايه قمت اعمل محلول بفرتمك ومغطس البتاع فيه ومقعته خمس دقائق هعمل ايه الصينيه بحلب كلها يعني فما تقلقش قوي من الحاجات ديت كويسه مش هتزعل النبات في حاجه. المهم وبنبدا زي ما قلنا فردنا الخراطيم بتاعتنا والدنيا كويسه وبعد طبعا ما بنراعي المواعيد بتاعه الزراعه خاصه في الناس اللي ما عندهاش بيوت محميه. طب الناس اللي ما عندهاش بيوت محميه في مشكله بالنسبه للبيوت المحميه المكيفه اللي ما عندوش بيوت مكيفه احنا عندنا طبعا مواعيد الزراعه كذا موعد زراعه ممكن في بدايه مارس بيتزرع الفلفل وممكن الفلفل الالوان طبعا ليه عروتين في مصر بيتزرع في شهر 4 وبيتزرع كمان في شهر 8 و9 تمام. الفلفل العادي الاوبن ده هوت في مصر بيزرعوه كتير وافضل افضل حاجه بيزرعوه اول مارس وبيزرعوه كمان في شهر 4 وفي شهر 5 كمان. وفي الصعيد طبعا الفلفل الاوميجا بتاع اسيوط بيتزرع في شهر 8 وبياخدوا منه اسعار كويسه جدا تمام. ايا كان يعني الفلفل اللي احنا هنزرعه المهم زي ما قلنا بالتجهيز الكويس والمشتل الكويس والبذور الكويسه ومعادله الفلفل يا جماعه ما تتخضش منه. انا قلت لك الفلفل اخترت الصنف الكويس وما تجربش دايما في نفسك خلي الصنف اللي قبل كده هو المجرب واللي هو مزروع قبل كده حاول تزرعه انت ما تحاولش حتى لو عايز تجرب اعمل على النطاق الضيق كده خط خطين في القوس بحيث انك تقدر تعمل كومبيرد يعني او تعمل مقارنه ما بين الاثنين تمام الصنف ده والصنف اللي عندك تمام. وبعد ما بنزرع الفلفل بتاعنا الفلفل حساس لزياده الميه يا جماعه وحساس كمان للملوحه وما يحبش الملوحه لان الاراضي اللي فيها ملوحه بتبص تلاقي منطقه الساق بتقابل الساق بالورقه تحت تمام بالتربه بتلاقي الحته دي ابتدت تبقى ناشفه كده زياده عن اللازم وبتتقطم نتيجه الملوحه العاليه. هتقول لي ايه اللي حصل الله اعلم انت حاول تعيش في القصه ديت وتستفاد من التجارب يعني تمام. ممكن بعد زراعه الفلفل يا جماعه نحقنه كمان حقنه لان الفلفل برضه مشكلته في الاعفان وخصوصا في الاراضي او البيوت المحميه اللي بتتزرع كتير تمام مشكلته في الاعفان. الفلفل يا جماعه من الحاجات السريعه جدا واللي هو ممكن على 60 يوم بيتباين طبعا على 60 يوم بيبدا او 70 يوم بيبدا يدي لك انتاج تمام. الفلفل حساس نقص البوتاسيوم فعشان الكالسيوم قصدي فعشان كده المفروض من 1 دي اليوم الاول نحط البوتاسيوم الكالسيوم اسف ما اعرفش انا بوتاسيوم وكالسيوم دول عاملين معايا مشكله. الكالسيوم بنحاول نضيفه من الاول خلاص عشان ما يحصلش مشكله عندنا. الفلفل برضو بيستجيب للعزيق وعملية الخربشة يعني ما تحطش النبات كده تقعد تتفرج عليه لا حاول تلعب في أي حاجة جنب النبات كده كل أي حركة خربشة جنب الجذور بتاعت النبات أكيد النبات عندك هيكون كويس والجذور هتتنفس أفضل وهتشيل الريم وهتشيل الحاجات ده هي كلها تمام. الفلفل يا جماعة من المحاصيل اللي هي مشكلتها في البياض الدقيقي ومشكلتها في العناكب والحلم الدودي وحساس جدا للذبابة البيضاء أو الفيروس وطبعا احنا قبل كده حصلت معانا فيروس فلفل مساحة كبيرة كانت فيروست في مكان ما يعني ما علينا فناخد بالنا من الحاجات ديات من الأول خالص نحط عيني على
البياض الدقيقي والحلم الدودي وعلى الفيروسات بتاعت الفلفل، وانا هنتناول دهوت في فيديو اخر باذن الله تعالى. بنتمنى ان احنا ما نخافش من الفلفل، وبنعتبر الفلفل زيه زي اي حاجه خالص، يعني ما تحطش في بالك، وحاول بس تتعرف على سلوك النبات وعلى الامراض اللي بتخص النبات وعلى قصه التغذيه اللي هنفرد لها برضو فيديو تاني بإذن الله تعالى. بشكركم وبتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو ده. هو طبعا الكلام على الفلفل كتير، ولكن علشان طبعا الفترة ما تزيدش بس معانا. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.